السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. اللغة التقنينية، اللغة التقنينية، هذا المصطلح وبالأحرى هذا المفهوم اللغة التقنينية يثير تساؤلات عدة. ما المقصود بمفهوم اللغة التقنينية؟ وهل يجوز أن نقول اللغات التقنينية؟ وما الفرق بين اللغة التقنينية واللغات التقنينية؟ ثم هل هناك علاقة ما بين اللغة التقنينية واللغة العلمية؟ وأيضا هناك تساؤل، ما اللغة الرسمية وما العلاقة بين اللغة الرسمية واللغة التقنينية؟ وأيضا بالضرورة يرد هذا الاصطلاح، هل اللغة التقنينية تعني اللغة القانونية فحسب؟ وما موقع اللغة التشريعية من سياقات ومساقات ومفاهيم وجنبات اللغة التقنينية؟ وأيضا ما الفائدة التي تعود علينا من تعلم اللغة التقنينية؟ دعونا نبتدر إجابات هذه التساؤلات في الآتي. اللغة التقنينية مصطلح مهم جدا، ولكي نفهم هذا المصطلح اللغة التقنينية أو اللغات التقنينية، دعونا نعرف السلم اللغوي لكافة النصوص اللغوية والقانونية والتشريعية والعلمية. أوسع المفاهيم وأوسع الاصطلاحات في هذا الباب بحسب ما ترسمناه في دراستنا النظرية العامة للغة القانونية، أصولها وأحكامها وواقعها القانوني المعاصر على النحو الآتي. أوسع المفاهيم ومن ثم أوسع المصطلحات والاصطلاحات في هذا الباب هي اللغة العربية. اللغة العربية مفهوم واسع يطلق على كل منطوق ومكتوب باللغة العربية، وهذا اصطلاح وسيع متسع منفتح كما ترون. ثم نأتي على تخصيصاته وسلمه التخصيصي فنقول اللغة الرسمية. انظر، اللغة الرسمية خصصت ما سبق، فإذا كان مصطلح اللغة العربية أو سياق اللغة العربية أو سياق النص العربي شامل عام يشمل كل المجالات وكافة الجنبات، فها هنا اللغة الرسمية تخصص من ذلك. يمكننا إذن تعريف الآتي: اللغة الرسمية أخص من اللغة العربية. السياق الرسمي، النص الرسمي، المقول الرسمي أخص من قولنا السياق اللغوي، المقول اللغوي، المكتوب اللغوي. فاللغة الرسمية هي لغة لها موضوع معين وغاية محددة. واللغة الرسمية لها صورتان: صورة مكتوبة مصوغة وفيها يعنى صائغها وناظمها وبانيها وكاتبها باختيار المفردات المعبرة وتركيب الجمل على نحو قاعدي يفضي إلى دلالة محددة، ثم تكوين الفقرات والعبارات والسياقات بما يعبر عن موضوعه المعين المحدد وبما يحقق مراماته وغاياته المستهدفة المستطلبة. وعلى النحو الشفهي، اللغة الرسمية هي نظام من الأصوات والكلمات والعبارات تعبر عن موضوعات محددة ويخاطب بها شفاها بغية الاتصال والتوصيل للمعنى المراد وللحاجة المرادة وللمطلوب الاقتضائي أو الخبري أيا كان سياقها ومساقها. واللغة الرسمية هي لغة كل الأعمال، كل الاتفاقات تقتضي بالضرورة كتابات رسمية أو لغة شفاهية رسمية تغدو برسميتها سندا وقرينة موجبة للاتفاق بين أطرافها.
واللغة الرسمية قد تستحيل وتتحول إلى لغة قانونية تغدو محررات عرفية، وقد تصعد فتغدو محررات رسمية، أي تدخل في ساحة وباحة اللغات القانونية المعتمدة المستشهد بها في الاستدلال وفي التحقيق وفي مراحل المحاكمة المختلفة. وكما رأينا فإن اللغة الرسمية مفهوم ومصطلح واسع متسع أيضاً، ويخصص مصطلح اللغة الرسمية كما خصصت هي اللغة العربية العامة، يخصص مصطلح اللغة الرسمية بمصطلح اللغة التقنينية. إذن اللغة التقنينية قيد على اللغة الرسمية، فاللغة التقنينية تدل على تقنين، أي على نظام، وهو نظام قانوني بالمعنى العام، فالقانون هو الضابط وهو تعميم الشيء باضطراد، هذا في أصل معناه اللغوي. واللغة التقنينية تتميز بالآتي: أن لها موضوعاً محدداً كما اللغة الرسمية، غير أن موضوعها يستدعي أن يبنى ويصاغ وينظم بطريقة محددة وفق قواعد وضعية معينة لدى الصاغين، لدى المقننين، لدى أهل هذه اللغة وذلك النص المقنن. ثم يتجلى هذا في سياقات موضوعية متماسكة مترابطة تماسكا منطقيا وتكاملا موضوعيا بهدف تأدية الدلالة المقصودة أيا كانت الدلالة. نحن نتحدث الآن عن اللغة التقنينية بمفهومها الواسع المتسع الرحب، بمعنى أنها في كافة المجالات العلمية والقانونية في كافة التخصصات والمجالات. وعليه فإن اللغة التقنينية بالنظر إليها باعتبارها جنساً لكل لغة مصوغة أو مقولة بتنظيمات وضعية وسياقات موضوعية تستهدف غايات محددة معينة تتصل بموضوعها وبغايات مقننيها وواضعيها. فهذه اللغة من هذا المنظور تتسع لتستوعب اللغات القانونية في كافة موضوعاتها وسياقاتها ومساقاتها، كما وتتسع لتشمل اللغات العلمية، فاللغات العلمية أيضا هي من جانب ما لغة تقنينية، أي وضعت بمحددات معينة وقواعد معيارية تجد صداها في تفسيرها. We'll be right back.